باتت أجهزة المحمول منذ فترة طويلة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، فأصبح في العالم اليوم الكثير من الأجهزة المحمولة التي تشبه بعضها البعض، وليس من العجيب أن يرغب الناس في الشعور بالاختلاف عمن حولهم. على سبيل المثال، طريقة الرغبة في اقتناء إكسسوار مميز لجهاز الآيفون، وها نحن نقدم لكم أكثر 15 إكسسوارًا مميزًا تم تصميمها لجهاز الآيفون. شاحن آيفون الشبيه بالحبل السري، يمكن أن نعتبره أبشع شاحن تم ابتكاره على الإطلاق. قد تراه كذلك لأن تصميمه المكون من حبل يبلغ طوله 60 سنتيمترًا ولونه الوردي جعله يشبه الحبل السري. بالنظر إلى الصورة فقط لن تستطيع تخيل مدى غرابة هذا الجهاز، لأن أكثر ما يمكن أن يدهشك فيه هو أنه أثناء عملية الشحن يقوم الحبل بإرسال نبضات فيبدو لك وكأنه حي. ترجع فكرة تصميم هذا الجهاز الغريب للمبتكر الياباني ميا إيزابا. ما تبقى معرفته هو ما الذي دفعه لتنفيذ هذه الفكرة غير المتوقعة. عندما ترى هذا الشاحن وهو يعمل، فبالتأكيد من المستبعد أن ترغب يوماً ما في اقتنائه. الحيوان الأليف الراقص. هذا الجهاز يشبه في طريقة عمله القط الراقص. كل ما عليك فعله هو توصيل الجهاز بالآيفون أو الآيبود، ثم تقوم بتشغيل أي أغنية، وسوف يبدأ القط في الرقص. ها هو كما ترى، أمر جميل أن يستطيع البشر ابتكار مثل هذه اللعبة الجميلة. إنها حقا جميلة ومدهشة، وتختلف عن الشاحن الذي رأيناه. حافظ الآيفون الشبيه باليد. كل ما عليك فعله هو وضع الهاتف داخل الحافظ. شكل اليد المصنوع منها الحافظة متقن للغاية، كما أن جودتها عالية لدرجة تجعلك تشعر وكأنها يد حقيقية. حتى التجاعيد الدقيقة التي توجد باليد الحقيقية موجودة بها. يطلق على هذا الجهاز اسم تانيس، وهو اسم ياباني، ويبدو أنه اسم صاحب الاختراع. حسب رأي منتجي هذا الحافظ، ستشعر عند استخدامه ولمسه بالراحة، فقد أراد اليابانيون ملء الفراغ الذي يشعر به الناس في الأحاسيس عن طريق اللمس باختراعهم هذا الجهاز، خصوصا في عالم الأجهزة المحمولة الذي أصبحنا نعيش فيه. الحافظ الذي يشبه الأذن. إنه عبارة عن أذن مصنوعة من مادة السيليكون للآيفون. إذا كان قد أعجبك الاختراع السابق، فلدينا لك خبر جيد، فقد أصبح بإمكانك الحصول على المجموعة كاملة التي سوف تتكون من اليد والأذن. فإذا كنت ترغب في تحسين حالتك النفسية وحالة المحيطين بك، فإن هذا الحافظ صمم خصيصاً لك. يمكنك أن تكون متأكداً من تميزك وسط من حولك أثناء حديثك عبر الهاتف. هذا الحافظ لا يشتمل على فتحة للكاميرا، وليس به أي أزرار، إنه فقط عبارة عن أذن كبيرة ليس أكثر، كما أنه لا يباع بالقطعة الواحدة، وإنما بالمجموعة المكونة من 12 قطعة. هناك غرض من هذا، لك أن تتخيل كيف سيكون شكل العديد من الناس وهم يمسكون بأذن كبيرة في أحد الأماكن العامة. حافظة الآيفون هانا. هانا باللغة اليابانية تعني الأنف. على الرغم من أن ابتكار حافظ على شكل أنف ضخم للآيفون أمر غير منطقي، فإن مبتكري هذا الحافظ يؤكدون بأن بإمكانك استخدامه عن طريق وضع إصبعك داخل فتحتي الأنف للإمساك بالهاتف. بالطبع لم يكن ينقص مستخدمي الآيفون سوى هذا الأمر، وهو أن يضعوا أصابعهم في الأنف أثناء الحديث عبر الهاتف. يا لها من قصة كبيرة وليست مجرد حياة. فاين. إنه عبارة عن جهاز تم تصميمه لمساعدتك على تثبيت هاتفك. يتكون من حزام مرن يمكن تشكيله بالهيئة التي تريدها، وفي نهايته مشبك لتثبيته. هذا الجهاز سوف يساعدك على مشاهدة الأفلام في المنزل بشكل مريح، لكن لا يفضل استخدامه أثناء السير. حمالة الصدر جوي. قامت الشركة الأمريكية جوي براب بإنتاج حمالة صدر غير عادية،
تحتوي على حزام يمكن أن تضعي داخله بطاقة الائتمان أو الهاتف أو جهاز MP3. سوف تستطيعين إخفاءه بشكل جيد، لكن المشكلة الوحيدة أنه إذا كنت في السوق وكنت بحاجة لإخراج بطاقة الائتمان، فإن إخراجها سيكون مشكلة كبيرة، بالإضافة إلى أن مظهرك على أقل تقدير سوف يبدو عجيباً وأنت تحاولين إخراجها. لوحة المفاتيح الافتراضية. كم من الأشياء الكثيرة تم اختراعها لراحة البشرية، لكن في الحقيقة يوجد العديد من الأشياء التي لا يمكن حملها في الحقيبة. على سبيل المثال، لوحة المفاتيح. بالتأكيد حدث معك موقف في وقت ما اضطررت فيه إلى كتابة نص كبير ولم يكن مريحاً بالنسبة لك كتابته باستخدام الهاتف. هنا أتت الحاجة إلى لوحة المفاتيح الافتراضية التي يمكن تثبيتها على أي سطح. بإمكانك أن تنسى لوحة المفاتيح العادية، لأن نظام عمل هذا الاختراع سهل للغاية. يقوم الليزر الضوئي بإدراك اللمسة التي تقوم أنت بها، فيقوم بتحويلها إلى مفتاح افتراضي تقوم بالضغط عليه. كل شيء يحدث ببساطة شديدة وبشكل تقني. سبراي تيكت. وها هو ابتكار آخر لحافظ الآيفون، غالباً تم إنتاجه خصيصاً للجنس الناعم، حيث يعد وسيلة للدفاع عن النفس. هذا الحافظ ليس مصمماً بطريقة بسيطة كما يمكن أن يبدو لك، إنه مثبت به اسطوانة تحتوي على رذاذ الفلفل. كل ما عليك فعله هو توجيهه ناحية الشخص الذي يزعجك، ثم قم بالضغط على الزر. هذا هو كل ما في الأمر. بإمكانك أيضاً أن تقول له ابتسم وسوف ترى العصفورة هناك. كذلك سوف يكون مفاجأة مدهشة للصوص عندما يجد رذاذ الفلفل ينطلق في وجوههم بدلاً من أخذ صورة تذكارية. الجاكيت الأصفر. هذه ليست مزحة، لأن جهاز آيفون 5 أصبح بإمكانه أن ينقذ حياتك. يمكن أن يحميك من اللصوص والكلاب الضالة، ويمكن أن يحميك إذا هجمك أحدهم في الشوارع، أو على أقل تقدير سوف يساعد على إخافة العدو. إنه عبارة عن حافظ يحول الآيفون إلى صاعق كهربائي، لكنه ليس صغير الحجم وليس خفيف الوزن، فهو عبارة عن قطعتين من المعدن يخرج من بينهم التيار الكهربائي. هنا يوجد زر حفظ التيار الكهربائي وعليه غطاء، والأهم هو زر التشغيل. يجب عليك أن تقلل من قوة تيار هذا الشيء. فلير وان. إنه عبارة عن كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء. إنها فكرة ليست سيئة، قام بتنفيذها مؤسس فلير وان. هذه الكاميرا تقوم بمهمة واحدة، وهي أنها تساعدك على قياس حرارة الأجسام المحيطة بك، سواء كانوا بشراً أو حيوانات أو غير ذلك على هاتفك. في هذه الكاميرا مثبت كاميرتان، واحدة عادية والأخرى تحدد حرارة الأجسام. إذا قمت باستخدام الكاميرا العادية في الظلام، فسوف تكون غير مجدية ولن ترى شيئاً. لذلك في هذه الحالة سوف تعمل الكاميرا ذات الأشعة الحمراء. هذه الكاميرا تستطيع أيضاً تصوير فيديو. لك أن تتخيل كم من الفيديوهات غير المألوفة يمكن أن يتم تصويرها بهذه الكاميرا. جهاز التقبيل. يبدو أن طالبة الماجستير في جامعة لندن إيماين جيان كانت متعبة للدرجة التي تجعلها لا تستطيع التحدث مع حبيبها أو حتى مراسلته، لذلك قامت باختراع جهاز يطلق عليه اسم كيسينجر، والذي يسمح بتبادل القبل عن بعد. لكي تستطيع استخدام الجهاز يجب على كل من المرسل والمستقبل تثبيت الجهاز بهاتفه والقيام بتحميل التطبيق. يحتوي سطح التقبيل على أجهزة استشعار لكي لا تبذل أي مجهود، فالجهاز قادر وبكل دقة على الإحساس بأبسط الحركات التي تقوم بها الشفاه، فيقوم بتسجيل الخصائص التشريحية وغيرها من الحركات التي تحدث عند إخراج القبلة. وطبقاً لمصنع الجهاز، فإن الشخص الذي يستقبل القبلة يجب أن يضع شفتيه على الجهاز لكي يشعر بقبلة الحبيب. ما تبقى هو أن تتخيل كيف سيكون الأمر غريباً عندما تستقبل هذه القبلة عن طريق جهازك المحمول في الأماكن العامة. يا إلهي، كيف يمكن أن يكون رد فعل امرأة عجوز على هذا؟ حافظ آيفون آيسبود. وها هو اختراع آخر. إنه عبارة عن حافظ آيفون على شكل سرطان البحر، وبمساعدة الأرجل الثمانية الموجودة فيه سوف تتمكن من تثبيت الهاتف.
ولن تضطر إلى تقريبه من أذنك، فكل ما عليك فعله هو إزالة الذيل وإدخاله من الأسفل، لكن وضعه داخل الجيب بهذا الشكل سيكون أمراً غير ممكن، ومن جانب آخر سيحرم المحيطين بك من رؤية هذا الكنز الثمين. شكراً للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.